جوازات السفر المخصصة للحج تتحول إلى تجارة مزدهرة بسبب تلاعب بعض إطارات الدولة، على رأسهم برلمانيون. شفنا بعض البرلمانيين اللي ما عندهمش يعني ذهاب للحج، يعني قاموا ببيع هذه الجوازات حتى ولو كان جواز واحد، حتى 30 50 مليون يعني في السوق. وشفت حتى في مقربة في الجزائر العاصمة في باب حسن، يعني مع الأسف الشديد يتباع يعني في المقاهي. الاتجاه طال حتى الفيزا بعد دخول بعض الوكالات السياحية على الخط واستثمارها في علاقاتها للحصول على فيزا الأمراء، وهي تأشيرة ضيافة خاصة يفترض أنها مهدات، بيعت هنا بأكثر من 80 مليون سنتيم. في تحايل من طرف يعني الوكالات السياحية بحكم علاقاتهم ببعض الشخصيات العليا في المملكة العربية السعودية وارتباطاتهم ببعض الأمراء، قدروا أنهم يعني حصلوا على بما يسمى بفيزا الأمراء، يعني وكأنه هذه فيزا خاصة تحسب على أساس أنها يعني هم في ضيافة الأمير. ولكن هذه الفيزات يعني يتم استغلال يعني ذوي الحاجة للحج وتحت الضرورة أنهم يبيعوا لهم الفيزا بين 50 مليون سنتيم إلى 80 مليون سنتيم. جمعية حماية المستهلك تؤكد على ضرورة إعادة النظر في كوطة المجاملات. الثمن هي التي ارتفعت في السنوات القليلة الماضية، وحسب ما لدينا من أصداء فإن جواز السفر للحج حاليا أصبح في السوق السوداء يدير 50 مليون سنتيم. نحن طالبنا يعني منذ مدة أن تكون كوطة الحج كلها في القرعة، ما كاينش جوازات تاع مجاملة حتى تكون الأمور على بينة. من العجب أن يتحول تنظيم شعيرة من شعائر الإسلام والذي هو من صلاحية هيئات رسمية إلى بضاعة تباع وتشترى في السوق الموازية في صورة لا تمت بصلة إلى تعاليم الإسلام.